شد جد فيه. ايوه شكرا من هنا بعد. ايوه شد شد شد. ايوه بسم الله. قرب قرب الصحن. خذ ياسر. شكرا. هذه لك. ايه يا فقي فين بتدي الكيكة؟ الباقي باخذه للبيت. واحنا؟ هذه تكفيكم. الف الف مبروك يا بنيتي. الله يسعد قلبك مثل ما فرحتينا وسعدتينا. شكرا يابا فاجأتوني مرة. تستاهلين يا قلبي. تفضلي. لا 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 من هنا الله يحفظك من هنا. لا 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 يا بنيتي من هنا. ايوه بسم الله. سميرة شوف عيالك يا سميرة. موسى اقعد يا موسى. اقعد يا موسى قلتوا لك اقعد. وانت اقعد من السيارة. وانت خلف مجول. خلونا تهرس في التلفزيون. يا مرحبا يا مرحبا. اجلس ابراهيم اجلس عيا واخيرا جبتهم كيكه. اسكت. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. جبت لكم كيكه بمناسبه تخرجي. اخوكم الكبير. ايام باقي كيك. تصدقت جزء منها. نظرت لك هذا قوي الايمان. ايمانه قوي. يا عيال بسم الله بسم الله. اهدوا اهدوا بسم الله. شوي شوي كلكم تاكلوا. وين راح وين راح الخاتم؟ دوري هنا دوري دوري زين دوري. وين راح الخاتم؟ بسم الله ايش فيكم؟ وش تعبك يا بنيتي الله يهدينا وياك؟ الحين ما قلت تروحين تنومين؟ روحي نومين. يبا ايش فيك علي؟ روحي يمه الحين روحي. روحي الله يهدينا وياك بعد انت الثانيه. ايش دوري شوفي من هنا؟ طول بالك طول بالك. الخاتم راح. ارجع المحل يمكن نساه. نساه؟ يا ويله مني يا سواد ليله. وين الخاتم؟ اهلين ابو كوثر. اي خاتم؟ اقول لك وين الخاتم اللي اعطتك اياه؟ حطيته بالكيكه. شو ما لقيته يعني؟ صح انت يعني بتحطه وبجي اسالك ما لقيت الخاتم وينك فيه؟ انا اللي غلطان اني وثقت فيك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صبرك علي صبرك علي. انا مسكت الخاتم وحطيته بايدي جوا الكيكه. شفيق ايوه تعال هون. وين الخاتم تبع ابو كوثر؟ هذا في كيكه اثنين صار شكل عمل ملو. الله لا يوفقك على الخبرية. روح روح نادي تبع التوصيل روح. أبو كوثر اهدى الله يخليك. يمكن صارت لخبطة بين طلبين بس كل شيء بالحل. اهدى. هقولك تطلع لي الخاتم من تحت الأرض. سامع ولا لا؟ سامع. أنا خراب هي الزمان خراب هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صلح لي ذي الخاتم. انت مخ فيه ولا ما فيه؟ انا شغل ساعة كيف تبي خاتم؟ تبغى تصلحه ولا روح؟ هات شوف انا هذا خاتم. انت يبغى بيع هذا خاتم؟ لا 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 ما ابغى بيعه. لو انت تقول لي ب50 ريال ابغى اصلحه. هذا انا اصلح 50 ريال. 50 ريال؟ لا 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 ما ابغى اصلحه. بكم تشتري؟ هذا انا يشتري 500 ريال. ابو كوثر دقيقة يوصل العامل. انت اهدى من شان الله. نعم استاذ. وصل حبيبي. وين وديت الكيك الثاني؟ انا وصلت كيكتين. واحده وصلتها بيت ابو كوثر والثانيه استراحه شباب. وين استراحه هالشباب؟ اوف 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 وش ذا الكشخه يا كفته؟ طالع كنك بدنجانه. ومتعطر بكمبودي بعد. ايه يا فقي هذا كله عشان خريج؟ اشكركم على الهديه يا شباب فاجأتوني. ما سوينا شيء ترى كلها كيكه. هاي علي الحركات هذه. انا لقيت اللي داخل الكيكه. وش عنده يغمز ذا الزاحف؟ هي ايش لقيت جوا الكيكه؟ هي
هي دي اللي استراح. ليه ما قلت لكم حط الخاتم داخل الكيكة؟ افرض ان عضيته انكسر ورحت للمحل اصلحه. وش قاعد تقول يا المهبول؟ لحس مخنا. هو قصده نفس العامل حق الكيك خاتم وطاح ودخل جوه الكيكة. اي فقي السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام ورحمة الله. انا عامل التوصيل اللي جبت لكم الكيكة حصل غلط، والكيكة اللي عندكم دي جات لكم بالغلط. اي نعم، انا صاحب الكيكة اللي عطاكم اياها الاخ هذا بالغلط، وفيها خاتم غالي يخصني. اي بتطلعونه ولا بتشوفون علم ثاني؟ فاهمين؟ انت صاحب الخاتم. وين الخاتم لقيته؟ وين الخاتم؟ اي خاتم؟ اقول لك وين الخاتم؟ بعته. شو؟ بعته؟ قلت الكلمة هذه؟ وين الخاتم طلع؟ ايه سلامات، ارفع يدك عن خوينا، ترى محترمينك عشان كبر سنك. بعدين تعال، في احد يحط الخاتم داخل الكيكة؟ يقال لك مفاجأة يعني؟ عضيته انكسر. الله يكسر رويسك، قل امين. اقول مش معي، امش معي وريني من بعت عليه. عامل شكو جاسر.